بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في المهرجان العاشر للزهور والحدائق. معكم الهندس يوسف المشرف على فعاليات المسرح ونائب الرئيس اللجنه التنفيذيه لمهرجان الزهور والحدائق. طبعا نرحب بكم في المهرجان. السنه هذه عندنا تميز في برنامج فعاليات المسرح يشمل العديد من الفقرات والفعاليات والسحوبات. معنا اليوم الكابتن يوسف الشريف باذن الله، يوم الجمعه القادم جهاد اليافي، واخر الاسبوع القادم باذن الله معنا الكابتن عبد المجيد اليمني نجم قناه المجد، معنا الاخ فواز الحربي من المدينه المنوره، ومعانا العديد من السحوبات، الخطوط السعوديه، تذاكر سفر الى لندن ودبي والرياض، معنا جوائز خاصه بالاركان المشارك في المهرجان. ننتظركم يوميا على مدى 16 يوم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي ليان حامد صلاح الجهني من ينبع. شيء عجبني المهرجان والزهور والأشياء، وثاني شيء المهرجان المسرح يعني هو حلو ما شاء الله جميل، ومع يوسف الشريف يعني مشاركاته كذا يعني أشياء حلوة. احنا اليوم في المهرجان الزهور والحدائق وما شاء الله مسوين أشياء حلوة، وطبعا في مسرحية ومسابقات وجوائز قيمة. هيات صالح علي الزهراني من الباحة. المهرجان مرة عجبني والمسرح كل شيء عجبني. اسمي ليان حامد من بدر. المهرجان مرة حلو والمسارح والترفيهات مرة حلوة. أحمد المالكي أحد سكان ينبع، وتعودنا على مهرجان في ينبع من أفضل المهرجانات، ولله الحمد في المملكة العربية السعودية، وطبعا فيه من جميع النشاطات وجميع المنتجات سواء النباتية، منتجات الأسرة المنتجة. والسنة هذه فيها برنامج جدا مفيد ألا وهو من إنتاج إدارة الطرق، بصراحة جدا ممتاز لتثقيف الأولاد وتثقيف الأسر هنا في ينبع. ونتمنى أن يكون المهرجان هذا عام في جميع أنحاء المملكة.